مرحبا. يومياً عم نطلع عليكم بفقرة إنفوكس أنا ومسيور روجي زكار. أهلا وسهلا فيك. بونجور جايل. اليوم رح نحكي عن تأمين العمال الأجانب والدرون. خلينا نركز شوي على تأمين العمال الأجانب لأنه كل عادة النسوان بيعملوا هيدا الشيء ونحن بنحب راحتنا. So application common فيها تخليكم أنتوا قاعدين بالبيت تعملوا هيدا الشيء. رح تخبرنا أنت شوي أكثر عن التفاصيل. مظبوط. اليوم كل عامل أجنبي لا يقدر يجدد أوراقه وإقامته مجبور يكون عنده تأمين أعمال الأجانب مثل ما مطلوبة من وزارة العمل. هيدي تأمين العمال الأجانب هي بتطبق عند ذات المواصفات من وين ما أخذتها، يلي هي بتقول إنه العامل الأجنبي عنده هول الشروطات لازم أمدوها. نحن عبر التطبيق شو بيميزنا هلا نحن، هلا انا صرت بالجامعة عم بحكي معك. شو بيميزنا نحن؟ شو بيميزنا نحن عن غيرنا؟ نحن يلي بيميزنا انه اليوم انت التأمين تبعول العامل الاجنبي فيكي تعمليها ساعة اللي بدك وقت ما بدك، توصلك عندك على البيت بلا ما تتعذبي وتروحي وتجي، وارخص عجقة سير فاتحين طرقات مسكرين طرقات بعدك كل هول المشاكل هي بتوصلك. واكيد الميزة الأساسية يلي قلتيها هي السعر. قد ايه السعر؟ نحن حسب إذا العامل إذا مرة أو رجال، نحن الأسعار للعمال للنساء هي 88 دولار وللرجال 139 دولار. أغلى الرجال. أغلى الرجال لأنه المهن تبعيتهم أخطر. ما حبيتها هيدا. بتغطي كافة الجنسيات هيدا الانشورنس؟ هي شو ما كانت الجنسية طالما هو لازم ياخد إقامة بلبنان لازم يكون معه هيدي بوليسة التأمين. طيب بالنسخة الأصلية مثل ما قلنا على طول بدنا نذكر المشاهدين إنه بتوصلكم أولاً باي ميل وبترجع البوليسة الأصلية النسخة بتوصل على البيت. مزبوط؟ على البيت أو المحل اللي حبيتي توصل عليه البوليسة التأمين. يعني أنت مجرد ما عملتي كل المعاملة على الابليكيشن نحن دخل بنبعث لك كونفيرميشن إنه انعملت بوليسة التأمين وهي هي الصورة الرقمية تبعيد بوليسة التأمين، وخلال يومين توصل البوليسة الأصلية عندك على البيت لتقدميها للوزارة. يعني أسرع من هيك ما في. ما في. والميزة الأساسية سنة الجاي الأبليكيشن هي بتذكرك قبل بوقت إنه في بوليسة العامل الأجنبي جاي على التجديد. إذا حابب بيكون صار في حدا يعملها عني كمان حتى على الأبليكيشن. مظبوط. إذا حابب تجدديك بس زر وكمان توصل لك. هلا سنة الجاي إن شاء الله توصل لك خلال النهار. ان شاء الله. رح نحكي هلا شوي عن الدرون انشورنس. بدنا نذكر المشاهدين انه الدرون هي كاميرا بتصور طائره من دون طيار. طائره من دون طيار. اول شيء خبرنا ليه ضروري نعمل انشورنس لهيدا الشيء بلبنان؟ نحن مثل ما بنعرف انه اليوم كل طائره من دون طيار او الدرون مثل ما بيسموهم فيهم يأدوا على كثير اذى. يعني اذا السيق ما عم بيسوقها مزبوط للدرون معقول يفوت باشخاص، يعني يعمل اضرار جسدية أو يفوت أضرار مادية، يعني يفوت ببنايات بأساس ويعمل أضرار مادية. فاليوم وبهنية الجيش اللي هي طلعت بالمبادرة إنه كل درون لازم السائق يكون مرخص ويكون عنده بوليس التأمين. اليوم بالتعاون معه نحن ابتكرنا بوليس التأمين للدرون، وحال شخص بده يروح يعمل معاملته ليطلع له إذن ليطلع الدرون تبعوله لازم يكون عنده تأمين للدرون. شكراً لك. هيدا كان كل شيء مشاهدينا بفقرتنا لليوم من إنفوكس. منوعدكم أنه رح نلاقيكم يومياً وإلى اللقاء.